لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك
لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا
الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة obviously it's a beautiful scene. We are living within almost we have little over 1 hour before the sunset here in the plain of Arafat, where Muslims and pilgrims here supplicate to Allah Almighty to grant them acceptance of their rituals and their Hajj and their good deeds, and asking forgiveness from Allah Almighty in this very important day where Allah Subhanahu wa Ta'ala descent show off before the angels that they're his slaves are here in the plain of Arafat, asking Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, in this very important day,
the day of Arafah, forgiveness. Obviously, the best exalted of Allah name is to mention this dhikr or sort of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, may Allah exalt his mention, that the best that he said along with the prophets before him, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamd. In the Arafah day. We are joined by a very interesting guest. I'll let him introduce himself to our viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, brother. Can you introduce yourself to our brothers and sisters out there? Okay. My name is Mikhail. I'm here on Hajj with a couple of brothers that I know. I've been living here in Saudi Arabia for the past 6 years. I reverted to Islam about 11 years ago. There were some brothers that I had met at my undergraduate university, and through them, the message was delivered to me, and by the grace of Allah, I wound up being guided, alhamdulillah. Alhamdulillah. Now, brother, this is not your first time performing Hajj. No, it isn't. How many times you did? This is my third time. MashaAllah. Now, can you maybe describe to us your first time? Just describe this very interesting and spiritual journey. The first time, MashaAllah, you're just like really excited to fulfill this pillar of your religion. You're really into the sights, you know, being on the plain of Arafah, seeing all the people. Thinking about the Prophet alayhi salatu wasalam, and perhaps being in an area where he may have been or something like this. Likewise, when you're going through all the other pillars of Hajj, you just feel this this light in your heart, and you do your best to stay connected to Allah throughout the journey. There can be some difficulties if there's heat and there's crowd. You can feel hot, you can feel tired, but it's a good hot and tired, because through that difficulty is where the reward is coming. So you don't hate it, but at the same time, you want to keep your energy high and your spirits high. That's the struggle, to keep your energy and spirits high as you're going throughout your journey. Interesting. Now, brother, let's talk a little bit about an issue that is Muslims and Islam is facing, which is the distortion of the image of Islam through some deviant groups, through some sometimes deliberately distorting the image of Islam through the media. Now, pilgrimage is a clear manifestation of this religion. Mm. People coming from all over the world, different nationalities, ethnicities, colors, backgrounds, whether an educational background as well. Absolutely. Men and women standing, supplicating to Allah Almighty in the sites of pilgrimage and the holy sites with no issues, no fighting, no very peaceful and harmonic scene. Uh-huh. To what extent do you think such image could maybe, if we use it as Muslim, could probably communicate the real image of Islam? Well, the image is an amazing sight. You know, you got a few million people who are in harmony around one another, kind and loving towards one another. You have people giving water, giving food, doing their best to give comfort to the pilgrims, and the pilgrims dealing well with each other. So people who think that Islam is about those is distorted images, you know, like situations where, like your network showing Hajj, showing the good aspects of Hajj, would go a long way to help clear up some of those confusions in the hearts and minds of people who don't know what it is one way or the other. So showing them, you know, the reality of what Islam really is, and what we really do, and what the Quran and Sunnah commands us to do, I think that does enough in itself to help clear up some of those distortions.
Indeed. Now, brother, what is next? I mean, what your usually once you perform Hajj, what is the basically the feeling and the experience that you come out with? When you finished. You yes. Know, you know, you come out with a good. You feel optimistic. You feel encouraged. You know, you feel like, okay, inshallah, my Hajj was accepted, you know, by Allah, and you come out clean, and you come out encouraged and ready to, in your personal life, to also excel in learning your religion, excel in being better in your work or in your job, whatever it is that you do, you know, be a better husband, a better father, a better believer in general. You know, that's how I feel. I feel really encouraged, really motivated, and really clean, which is the point. We want to be clean. Indeed. Now, brother, what is your advice to pilgrim Muslims who have not performed Hajj or may have sometimes through some challenges here and there, may have some fears? If you haven't performed it and would like to, the main thing that I would say is you want to learn about Hajj, the pillars of Hajj, before coming, okay? As far as any fears, there's really nothing to fear other than what you yourself are going to do. You want to make sure that you don't damage and waste your Hajj by doing something out of ignorance or doing something out of anger or something like this. So the main thing, you just want to make sure that you know it. And as far as safety, this, you know, the situation is very safe, alhamdulillah. You don't have anything to worry about as far as that. And also, you know, surround yourself with people who won't waste their time in the Hajj. You know, just sitting around doing nothing and not taking advantage of the opportunity. Just make sure you are with people who can help you and encourage you to focus on your ibadah and the things that you're supposed to be doing while you're here. Indeed. Now, brother, can you remind me of your first name? Mikhail? Yeah, Mikhail. Interesting. Now, how would you see the future of Muslims in the West since you lived in the States and we have a considerable amount of Muslims around the globe, in the West in particular? The future, the very near future, there's probably going to be some difficulty for Muslims living in the West because of the campaign that's going on to distort what is Islam, and there are a lot of people who don't know, and they're just following what it is that's going on in recent times with social media or even the actual media on TV and things like that. But eventually the situation will get better, you know, inshallah. But in my opinion, in the near future, you know, there's going to be some difficulties, definitely. But people are going to have to be patient and do what they can to make their situation better wherever they may be. Indeed. Now, brother Mikhail, what about the fact that it's very interesting what you just said about Muslims and how the challenges that they're going to face in the near future. Mm-hmm. What do you suggest or advise Muslim youth in particular in terms of utilizing social media, maybe clarifying some misconceptions about this religion or showing some nice images such as pilgrimage of mm-hmm. This religion? anybody can do good for Islam. Social media, youth, men, women, all of the above. You want to be careful when you're on social media, especially as a youth. In general, no matter what you're doing, you should limit your time on social media. But absolutely, you can show pictures, you can open up websites, open up Instagram or whatever these things are that people are using nowadays, and show good things about Islam, giving charity, attending lessons about Islam, just even talking to people in the streets who may not know about Islam at all.
It's a good thing, you know, absolutely. But in the main thing is people want to make sure that they look out for themselves by learning their religion first. You don't want to try to teach something that you don't know. Okay, so make sure you know and understand the basics of Islam first, and then from there share whatever it is that you may know with the people around you. Okay, now one of the challenges is knowledge and learning about Islam. So what is your advice to, especially to new Muslims, Brother Mikhail, in increasing their knowledge about this religion, especially that they need it sometimes in their worship and some of their rituals and activities of this religion? Absolutely. Well, the traditional way that we have studied is to sit with people of knowledge and take the knowledge from them. But that's not always available to people, especially people in the West. So if that's the case, then do whatever you can. We have a lot of online lectures that mashayikh or people of knowledge are doing, online Islamic institutions, online dawah institutions, who can teach you all of these different things from the comfort of your home or even from your cell phone. They can give you books. They can give you videos. You can communicate with them. You can communicate with thousands of people like yourself from around the world using these social media platforms. But you just got to take the first step. You know, it's not a big process. It's not as big of a deal as people may think. It's really simple. Allah made it simple. So everybody from all different languages and backgrounds can practice this beautiful and one true religion. So don't tell yourself, I can't learn Arabic, I can't do this, I can't do that. Just start wherever you may be, and inshallah, and make sure your intention is for Allah, and Allah will make the process easy. Okay, Brother Mikhail, thank you very much for joining us. You're welcome. It was very nice meeting you. Viewers, thank you very much for joining us in this edition of this live coverage of the pilgrimage from the plain of Arafat, in a very important day, the Arafat day. We will continue our coverage, obviously, this evening and throughout the Eid tomorrow, God willing, and the rest of the days. Thank you very much for watching. Accept best wishes of the director of the program, Turkey, Al-Houthi, now to the news. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك
لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك.